السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة جديدة في كورس الأنجلر وهو تكملة للتايب سكريبت. أنا محتاج إن أنا أقول لك إيه هو الإنترفيس، يعني إيه كلمة إنترفيس. ما تيجي تقول أنا عملت إنترفيس لحد، تمام، أو عندي حاجة، اعتبر الإنترفيس ده حاجة زي ما تقول كده إيه، كونتراكت أو إنترفيس، أو زي ما تقول كده يعني حاجة هنا إيه، يعني حاجة أي حد يقدر ياخدها يقولوا عليها، تمام؟ دي كلمة انترفيس. زي مثلا لما بتروح دلوقتي أنا عايز أعمل عقد إيجار لشقة، هتلاقي في أغلب المكاتب مثلا أو أغلب اللي هي المكتبات هتلاقي عقد يعني ينفع لكل حاجة، وبالتالي هو حاجة اتخذت تعدل عليها بشكل ما، بس تبقى هو يعتبر هنا إيه؟ شكل الاستراكشر بتاعي يكون عامل إزاي؟ وبالتالي هو الانترفيس ده بيتكلم على إن هو إيه؟ حاجة أو كونتراكت كل الإنتي بتعمله هنا ايه؟ فولو، تمام؟ بتعرف فيه ايه؟ بتعرف فيه شويه بروبرتيز، شويه ميثودز، تمام؟ وشويه ايفنت، ودول في الاخر بيبقى عباره عن ايه؟ ممبر. مين؟ في الانترفيس ده، زي ما تقول مثلا الكونتراكت، والله مثلا انا عندي سيكشن الاولاني فيه كذا، السيكشن الثاني فيه كذا، السيكشن هو بالشكل متعرف متقسم، تمام؟ وبالتالي هو بيديني هنا ستاندر استراكشر اللي كل الكلاسز هتقدر ان تعمل عليه هنا ايه؟ فولو، تمام؟ ده بالنسبه كده للانترفيس. يبقى الانترفيس حطه في مكان هو عباره عن ايه؟ كونتراكت ستاندرد ستراكشر كل الكلاسز هتفولو عليه، ده تعريف الانترفيس. طب مثال على الكلام ده ايه؟ دلوقتي انا بعرف انترفيس، وخلي بالك ان كلمه كي وورد انترفيس بالشكل ده كده بسميه مثلا اي بيرسون، عشان كلمه اي يعني انترفيس يعني، وبعرف شويه فاريبلز بالشكل ده كده، او عباره عن شويه اتريبيوتس او شويه بروبرتيز اللي هي فيرست نيم لاست نيم، وبعد كده بدي له الفانكشن بتاعتي بالشكل ده كده، بحيث ان دول زي ما انت شايف كده الديفينيشن بتاعي، ادي اللي هنا الفاريبل نيم، وادي التايب فاريبل نيم، وادي الفانكشن بتاعتي، وادي الريتيرن تايب بتاعتها. لو حبيت ان اي كلاس ثانيه تقدر تستخدمها، زي مثلا كاستمر، فرحت عملت كاستمر، واخد بالك ازاي؟ عرفت له كلمه فار، وقلت له هنا التايب بتاعه اسمه ايه؟ اي بيرسون اللي انت معرفه، قلت له بعد كده هنا ايه؟ افتح قوسين اكتب لي بقى الفيرست نيم بيساوي كذا، اللاست نيم بيساوي كذا، و الريتيرن تايب بتاع الفانكشن بيساوي كذا. حبيت اروح اطبع تلاقيني اعمل ايه؟ اقول له كاستمر دوت فيرست نيم، كاستمر دوت لاست نيم، كاستمر دوت، بنادي باسم الفاريبل بتاعي جوه الاتريبيوت او دوت الاتريبيوت او دوت ايه الفانكشن بالشكل ده كده. طيب ده بالنسبه هنا للانترفيس. طب نروح على الفيجوال ستوديو ونعمل لنا انترفيس ونشوف ازاي هنطبع الفاليوز بتاعته. يعني هنا للفيجوال ستوديو هكبر بس الشاشه بالشكل ده كده، وكريت هو جديد اسمه اي بيرسون بالشكل ده كده دوت بي اس. انا هنا بقى عايز اعرف انترفيس، فانا هكتب كلمه انترفيس طلعت لوحدها، واكتب لونه اي بيرسون بالشكل ده، وافتح قوسين بالشكل ده كده، تمام. انا هنا بعمل هنا ايه؟ انا هنا بعرف انترفيس. طيب انا عشان اعرف انترفيس انا مش محتاج قصدي النقطتين دول، ده هنا انترفيس اي بيرسون بالشكل ده كده، هكتب هنا اهوت الاتريبيوتس بتاعتي مثلا نيم، اقول التايب بتاعه سترينج، وادي هنا الايدج التايب بتاعه نمبر، تمام. هكتب هنا فانكشن اسمها برنت ديتيلز، الفانكشن ديت هتبقى عبارة عن اوت اوف فانكشن بالشكل ده كده، وبترجع سترينج بالشكل ده كده، تمام. طيب انا هنا عرفت الانترفيس بتاعي، انا عايز هنا اوبجكت، فاقول هنا var customer، تمام، من نوع of i person بيساوي بالشكل ده كده،
تمام. خلي بالك هنا طلع لك هنا ايرور، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان التايب ده ميسنج ذا فولوينج ريبورتس فروم اي بيرس، يبقى انا لازم اخد الميتين معايا كده اهو اهو. بس خلي بالك ما قالكش على الفانكشن، قال لك على البروبرتيز بس. انت ممكن تعمل فانكشن ايه، مش لازم تعمل لها امبورت، قصدي اصلي مش لازم تاخدهم معاك تنهرت يعني. فليكن هنا جون، وادي هنا 37 او 36 تمام. ده بالنسبه هنا للنيم، وبالنسبه هنا ايه الايدج. قال لك هنا التايب سترينج اسمتك، هي فعلا هنا مش سترينج، ده هنا نمبر معلش تمام. قال لك ايه تاني؟ قال لك البرنت برضه هنا ميسنج، هو واضح ان هو برنت ديتيلز، اخدها بالشكل ده كده تمام. وابدا ان انا اعمل لها امبلمنتيشن بالشكل ده كده. قال لك هنا ايه، ان انت هنا عندك هنا ما هياش فويد، وبالتالي انا محتاج ان انا ارتن ايه سترينج. فانا اقول له ريتيرن عايز ارتن هنا ايه، عايز ارتن اهو، تقول له والله كاستمر فلان اللي هو بالكاستمر دوت نيم بلس هولو انا هاز ايدج، هولو انا كاستمر دوت ايدج تمام. انا هنا بالنسبه هنا عملت هنا ايه، كتبت الاوبجكت بتاعي بالشكل ده كده تمام. انا عايز بقى ان انا بعد ما عملت الكلام ده كله اروح اقول له هنا ايه، انا دي اقول له هنا كونسول دوت لوج، واقول له هنا وات برنت كاستمر ديتيلز بلس، وادي هنا كاستمر دوت برنت ديتيلز بالشكل ده كده. كل ما عندنا انا اروح اعمل هنا ايه، اقول له تي اس كومبايل لمين، الاي بيرسون، والتاني لو عملت تاب او ما هجيب لك بيت الاسم، اعمل بس جنريشن للجافا سكريبت فايل. حصل هنا جنريشن جافا سكريبت فايل، اقول له هنا نود، وادي هنا اي بيرسونال جافا سكريبت فايل تمام. وراح اعمل انتر، هتلاقي طبعا هنا ايه برنت كاستمرز از كاستمر جون هاز ايدج 36 تمام. ده هنا بالنسبه هنا للانترفيس، بالنسبه هنا للاوبجكت بتاعنا اللي احنا عملناه، الامبلمنتيشن اللي احنا عملناه بالشكل ده كده عشان اقدر اتعامل مع الانترفيس بالشكل ده كده. طيب نبدا بعد كده في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الكلاسز.